ده يعني هنخلي الميه في الانبوبه ديت في مستوى واحد، هشيل السرنجه ونخلي الاثنين دول في مستوى واحد. بعد كده هنحط السرنجه دي ندخلها كامله، نتاكد ان هي داخله كامله، نتاكد ان هي الاول في الاول هنظبطها على الثلاثه، هنخلي السرنجه على الثلاثه وندخلها كامله في الانبوبه، ونعتبر ان الفي ده هو الصفر، الفي عند الصفر، الحجم عند الصفر اللي هو 3، وهنا الميه في مستوى واحد. هننقص الفي، ندوس كده نخليها عند النص، هنلاقي في ميه هنا ارتفعت، في فرق في ارتفاع الميه، الفرق دوت اللي هو الاتش اللي عندنا في القانون، والكميه اللي نقصها الفي هنا هننقص 3 ناقص النقطه اللي انا جيت عندها، يعني 3 هنعتبرها صفر، والنقطه اللي جيت عندها اكني بزيد بزودها، ونحسب الاتش، وهنعوض 5 قيم، ونعوض في الجدول.